الدرس ال11 نشوف ازاي ننشئ تأثير المطر عن طريق الديناميك بنت. ده كان تأثير، ان شاء الله في اقل من دقيقتين نشوف ازاي نعمل هذا التأثير. نبدأ ملف جديد، هبدأ فايل سكيل 12 مرة، بعد كده سب ديفايد 50، وهيكون طبعا في عندي هنا ايكوسفير ب سب ديفيجن 1. بالنسبة لي البلين هيكون فيزيكس، عندنا نضيف دايناميك بنت وهنضيف كانفاس وهنضيف ويفز. شيفت اس كورس سيلكت، هنضيف بعد كده بلين وسكيل 12. هذا البلين ايضا دايناميك بنت، وهنضيف انه عبارة عن برش، وهنضيف هنا يكون بارتكل سيستم. لسه ما عرفناش البارتكل سيستم، فهنضيف بارتكل سيستم ونقول انه 2000 وليكن. بعد كده الريندر عبارة عن اوبجكت هو الايكوسفير. نرجع تاني نعرف ان ده هو عبارة عن البارتكل سيستم اللي هو البرش. هنعمل بلاي نشوف تأثير. ده كتأثير المطر. ممكن طبعا ممكن نعمل سب ديفيجن، لو العدد اكتر من اللازم فممكن نغير البرودكت سيستم نقول انه ليكن 800، وال end lifetime هكذا، يعني نزود العدد وليكن 1400. اذا ده كان بالنسبة لنا ده تأثير المطر بساطة شديدة جدا عن طريق الديناميك بنت. طيب الجزء الثاني من الدرس، ازاي ننشئ ريليستيك جلاس، نسمي ده رقم 10، درس الديناميك بنت. طيب لو عندي لوح من الزجاج بهذا الشكل، ده كده جلاس، فازاي ازود الريليزم لهذا الجزء؟ هو الفكره في الرفنس، هضيف تيكتشر للرفنس. ده كده خلينا نشوف الريندر حاليا. ده كده الريندر حاليا، ممكن نقول ده كده الريندر. طيب ازاي نزود الريليزم لهذا الجزء؟ ممكن نقول ان ده كده في، طيب اول شيء هذا بقى الشيدر ايتر، هنضيف ممكن نضغط كنترول تي مباشرة هيضيف لنا النود، طبعا بشرط نكون مفعلين نود رانجلر. هختار تكتشر تكون التكتشر اللي بنبحث عنها اسمها سيرفيس امبرفكشن. اي جرانج تكتشر موجود عندنا ممكن تفي بالغرض، فممكن نختار السكراتشز او السمودجز. ففي عندنا زي كده مثلا، نختار هذه، هنقول جنريتد، هنقول ان ده كده بوكس بلند 1 2 الرفنس. طيب عشان نتحكم اكتر هنضيف عندنا كالر رام، طبعا نزود السكيل وليكن السكيل يبقى 4 أو 3. خلينا نشوف النتيجة عندنا. طبعا احنا ضفنا في الكار، احنا عايزين نضيفها في الرفنس هكذا. طيب لو ده كده الزجاج وده كده الشيدر ايتور، نشوف النتيجة عندنا. طيب يعني ممكن نعمل ميوت الكالر رامب. الفكرة في الكالر رامب،
ممكن أغير هذا، يعني معقول تقريبا. وده نان كلر داتا طبعا. ممكن استخدم تيكتشر أخرى مثل هذه. ده كبدون، وده عن طريق استخدام الكالر. ال scratches ممكن ما تكونش واضحة عشان احنا في الفيو بورت او يعني من غير رندر نهائي، ولكن ده كده النتيجة، الزجاج الصافي ده كده باستخدام ال scratches. ممكن استخدم smudges او dust او fingerprint. طبعا الفينجر برينت واضح تأثير الفينجر برينت. ده كده باختصار ازاي نستخدم او نزود الرياليزم في التكتشر الجلاس، خامة الزجاج، how to make realistic glass. الفكرة اننا بنضيف تكتشر ماب للرفنس. ده باختصار.